خير لكل السيدات والسادة المتابعين لصفحتي في هذا اللقاء المباشر للحديث عن موضوع الأدب الجزائري المهاجر، والذي يصادف في الحقيقة مناسبة الاحتفال باليوم الوطني للهجرة الذي يصادف ذكرى المظاهرات والمجازر التي وقعت في باريس عندما خرج الجزائريون في انتفاضة شعبية عارمة ضد حظر التجول في باريس، وكان ذلك في 17 أكتوبر عام 1961. ويعني تلك المظاهرات يعني عجلت كثيرا باستقلال الجزائر، ويعني كان لها دور كبير في تحقيق النصر. ومن هنا يعني التفتنا إلى دور المهاجرين الجزائريين في سواء في الثورة الجزائرية أو في تعزيز استقلال الجزائر. فالمهاجرون يعني كان لهم دور دائما كبير، سواء على المستوى الثقافي وعلى المستوى الاقتصادي وحتى على المستوى الرياضي. فنلاحظ الآن مثلا أن الفريق الوطني الجزائري يزخر بعناصر كثيرة من المهاجرين الجزائريين متواجدين هنا وهناك على غرار اللاعب الكبير رياض محرز. ومثل ما لدينا رياض محرز في الرياضة، فلدينا الكثير من نوع رياض محرز في مجال الثقافة وفي مجال الأدب، سواء تحدثنا عن الرواية أو عن الشعر أو عن المسرح أو عن السينما أو عن كذا. ومن هنا جاءت مسألة الحديث عن الأدب الجزائري المهاجر. ولعلنا سنتوقف قليلا في هذا البت عند مصطلح الأدب الجزائري المهاجر، لأن هناك في الحقيقة خلط في المصطلحات. فهناك من يقول الأدب المهاجر، وهناك من يقول أدب المهجر على غرار أدب المهجر اللي كان في لبنان زمن جبران خليل جبران وإيليا أبي ماضي وغيرهم، وهناك من يقول أدب المهاجر، وهناك من يقول الأدب المهاجر، وهناك أدب الهجرة. فخلط في الحقيقة في المصطلحات يتعين علينا ضبطها في البداية. فعندما نقول في اعتقادي أنا، عندما نقول الأدب المهاجر، أنا أعتقد أن هذا الوصف لا ينطبق على الأدب الذي كتب خارج الوطن، ينطبق أيضا على الأدب المكتوب بلغات أخرى، فهو مهاجر في اللغة. الأدب الجزائري المكتوب مثلا بالفرنسية أو الأدب المكتوب بالإنجليزية أو بالإيطالية. لا ننسى أن اليوم يعني الجزائريين متواجدين في مختلف بلدان العالم ويكتبون بلغات متعددة، ومنهم حتى من هم موجودين هنا بيننا ولكن يكتبون بلغات متعددة. منهم من يكتب بالإيطالية وبالإنجليزية. هذا الأدب الذي يكتب بلغات مختلفة فهو مهاجر في اللغة. أنا معي هنا كتاب جميل جدا للدكتور أحمد منور، هو بعنوان الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، نشأته وتطوره وقضاياه. وهذا الكتاب يبحث في هذه المسألة، مسألة اللغة في الأدب الجزائري. نحن نعرف جميعا أن هناك كتاب الجزائر كتبوا بالفرنسية على غرار محمد ديب ومالك حداد وكاتب ياسين، وكانت لهم مواقف مختلفة ومتباينة من قضية هذه اللغة. خذوا مثلا مالك حداد. مالك حداد بعد أن نالت الجزائر استقلالها رفض الكتابة مرة أخرى بالفرنسية، وقال قولة مشهورة، قال: الفرنسية منفاي، الفرنسية منفاي، يعني هو منفي في اللغة الفرنسية. ورفض الكتابة بعد الاستقلال أن يكتب بغير اللغة العربية. كاتب ياسين رحمه الله كان يقول عن اللغة الفرنسية بوتان دو غير، غنيمة حرب. فيقول يعني ومثلما المجاهد سلب البندقية من الفرنسي وحاربه بها، كذلك بعض الجزائريين سلبوا الفرنسي اللغة الفرنسية وتعلموها وأتقنوها وحاربوها باللغة
الفرنسية على غرار ما فعل كاتب ياسين نفسه، والذي يعد هو نفسه يعد من أبرز كتاب الأدب الجزائري المهاجر، لأن كاتب ياسين عاش في فرنسا ويعني قاوم الاستعمار الفرنسي باللغة الفرنسية. هناك من يقول أدب المهجر. أدب المهجر يعني في اعتقادي أنا هذا المصطلح ينطبق على كل أدب كتب خارج الوطن. خارج الوطن هو أدب المهجر، حتى وإن كتب باللغة العربية، حتى وإن كتب باللغة العربية. أنا أعتقد مثلا أن أدب أحلام مستغانمي هو يندرج في إطار أدب المهجر، كذلك ما تكتبه فضيلة فاروق يندرج في إطار أدب المهجر، حتى وهو مكتوب باللغة العربية، فما بالك باللي هو مكتوب بلغات أخرى. أما أدب الهجرة، هناك نوع من الأدب هو أدب الهجرة، هو ذلك الأدب المرتبط أساسا بمغامرات الرحلة والسفر خارج الوطن، حتى وإن كانت هذه الرحلة قصيرة. أنا ذهبت إلى بلد من البلدان وكتبت نصا في تلك البلاد، فهذا يعتبر يعني أدب الهجرة، من أدب الهجرة، لأنه كتب في ظروف تاع هجرة خارج الوطن إلى آخره. هناك نوع آخر من الأدب المهاجر، وهو أدب المهاجرين وأبناء المهاجرين الجزائريين الحاملين لجنسيات غير جزائرية، مثل حالة الكاتب الفرنسي عزوز بقاق اللي كان وزير في حكومة ساركوزي، وهذا في الحقيقة جده الأول جزائري، واستقر في فرنسا واكتسب الجنسية الفرنسية. هو يعني في الحقيقة من ناحية الجنسية هو ليس جزائري، هو فرنسي، ولكن من حيث الأصل ومن حيث الأجداد فهو جزائري، ومش فقط من حيث الأصل والأجداد، حتى من حيث الروح. نعطيك مثلا، هذا عزوز بقاق استقال من حكومة ساركوزي لما ساركوزي قال على انتفاضة الضواحي، الشباب اللي كانوا في الضواحي الباريسية في فرنسا، قال عليهم حتالة. لما قال عليهم حتالة عزوز بقاق يعني انتفضت فيه روح أجداده الأوائل الجزائريين، وهو وزير الشؤون الاجتماعية فقدم استقالته. فإذا هذا النوع من الأدب تاع المهاجرين الذين سافروا وعاشوا في بلدان مختلفة، ولور أريير 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 جرومبير في تلك البلاد، فهذا يعتبر أيضا في رأيي من أدب الأدب المهاجر. هناك أيضا أدب الحراقة، وهذا في الحقيقة ما درسناهش. أدب الحراقة الجزائريين اللي حرقوا وراحوا، ومنهم إطارات ومنهم كذا، وهم الآن موجودين متواجدين في مختلف بلدان العالم ويكتبون أدب. هذا أيضا أدب الحراقة يدخل في باب الأدب الجزائري المهاجر. والحقيقة يعني إذا رجعنا إلى الأصول التاريخية، فالأدب الجزائري المهاجر يعني له أصول قديمة وقديمة جدا. أنا في هذا المجال أتذكر أبوليوس لوكيوس، وقد ألفت عنه كتيبا، هو هذا صدر عن وزارة الثقافة. أبوليوس كما نعلم جميعا هو من سوغهراس، ويعني عاش زمن الاحتلال الروماني للجزائر، وكتب بالرومانية، وسافر كثيرا وهاجر كثيرا في بلدان العالم، وهو صاحب الرواية الشهيرة، وهي أول رواية في تاريخ البشرية، وهي بعنوان الحمار الذهبي، فهو يعد أيضا من أساطين كتاب الأدب الجزائري المهاجر. الحقيقة الأدب الجزائري انتعش كثيرا في المهاجر المختلفة. فلو ناخذ مثلا، الشعر، الأمير عبد القادر، يعد الكثير من أشعاره تدخل في باب الأدب المهاجر، لأن الأمير عبد القادر نفي إلى سوريا وكتب الكثير من القصائد انطلاقا من منفاه في سوريا. نذهب مثلا إلى نشأة القصة والرواية في الأدب الجزائري، سنجد بدون شك أحمد رضا حوحو الذي كتب أول رواية جزائرية باللغة العربية، كتبها وهو في السعودية، فهي إذن أدب مهاجر. إذا جئنا إلى الشعر المعاصر، سنكتشف رمضان حمود الذي أيضا كتب الكثير من الأشعار والآراء النقدية، وهو متواجد في تونس. فيعني الهجرة، النتيجة اللي نوصل لها أن الهجرة سواء في البلدان العربية أو في البلدان الأوروبية كانت دائما رافدا غنيا يغني ثقافتنا الوطنية، حتى
حتى يعني سواء قبل الثورة أو حتى خلال الثورة التحريرية. أنا توقفت عن ظاهرة مثلا المسرح. ناخذ المسرح، المسرح الجزائري انتعش كثيرا في المهاجر، في المهاجر المختلفة. مثلا نشاط الطلبة الجزائريين في جامع الزيتونة زمن الثورة، وكيف أن عبد الله الركيبي كتب لهم مسرحية مسرع الطغاة ومثلها الطلبة الجزائريون في الزيتونة، وكان لهم نشاط كبير. الشاعر الجزائري الكبير صالح خرفي كان يكتب مسرحيات إذاعية وكانت تبث عبر صوت الجزائر من القاهرة. نذهب مثلا إلى الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، وأنا معي هنا مجموعة مسرحيات لهذه الفرقة التي كان يكتب لها الكاتب عبد الحليم رايس وكان يرأسها مصطفى كاتب، وقدمت أربع مسرحيات هي نحو النور والخالدون ودم الأحرار وأبناء القصبة. ويعني قدمت هذه المسرحيات كلها في المهاجر، سواء في تونس وفي الصين وفي يوغوسلافيا وفي العراق وفي ليبيا وفي المغرب وعدد من البلدان. يعني والجزائر، يعني القضية الجزائرية يعني تألقت وتعرف عليها الرأي العام من خلال نشاط الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، وأنا لي في هذا المجال كتاب يعني أعتقد أنه من أهم الكتب التي كتبت في هذا المجال، وهو بعنوان المسرح الجزائري والثورة التحريرية. ولعلنا نتوقف مثل ما قلت عند كاتب ياسين. كاتب ياسين في الحقيقة كاتب كبير، وهو يعني تكلم على هذه القضية، كيف أنه يعني لما انطلقت الثورة، قبل في الحقيقة انطلاق الثورة، كاتب ياسين حمل حقيبته وسافر إلى فرنسا، ويعني راح يكتب وينشط ويعرف بالقضية الجزائرية للرأي العام. وقدم كاتب ياسين أول محاضرة في فرنسا وكان عمره 19 سنة، وكانت بعنوان الأمير عبد القادر واستقلال الجزائر. مثل ما كتب مسرحية الجثة المطوقة، وهي معي هنا لو كادافر اون سيركلي، هذه المسرحية كتبها كاتب ياسين يعني في ديسمبر 1954، انشرها في مجلة اسبري. وقدمت هذه المسرحية مع فرقة جون ماري سيرو في بلجيكا وفي فرنسا. ويعني كاتب ياسين استطاع أن يحرج فرنسا والرأي العام الأوروبي، لأنه باللغة الفرنسية ويرافع من أجل القضية الجزائرية. وحتى أروح عن أنفسكم، سأقرأ لكم مقطعا من هذه المسرحية، مسرحية الجثة المطوقة، والتي يقول فيها كاتب ياسين، يقول: إنني أعود إلى النبع الدامي، إلى أمنا المستعصية على الفساد، إلى المادة النقية التي لا شائبة فيها، فهي حينا تولد الدم والقوة، وهي تتحجر أحيانا في احتراق الشموس الذي يحملني إلى المدينة المضيئة في حضن الليل المنعش. أنا الرجل القتيل لغير ما سبب واضح، وسأبقى كذلك ما دام موتي لم يعطي أي ثمرة، كحبة قمح صلبة سقطت تحت ضربات المنجل. اسمع مليح كاتب ياسين. كحبة قمح صلبة سقطت تحت ضربات المنجل لتتموج إلى الأعلى وتستعد من جديد لتلقي الضربة التالية على البيضة. إنها تضم الجسد المسحوق إلى الشعور بالقوة التي تسحقه في انتصار شامل، حيث تعلم الضحية جلادها استخدام الأسلحة، وحيث لا يعرف الجلاد أنه موضوع التعذيب. إن الضحية لتموت وهي تجهل أن المادة ترقد منيعة في الدم الذي يحف والشمس التي تشرب. فكلما قتلت فرنسا شهداء، كلما هؤلاء الشهداء يعني زادوا تألقوا، زادوا انتشروا، وزادوا عاشوا، وزادوا يعني أحرجوا الاستعمار. مثل حبة القمح إذا سقطت فهي تنبت 7 سنابل، لكل سنبلة كم من كم وكم. فكاتب ياسين يعني في الحقيقة كاتب كبير، وهو وسنعود إلى كاتب ياسين بمناسبة ذكرى وفاته في 28 أكتوبر
المصادر لذكرى 28 أكتوبر. سنواصل حديثنا عن الأدب الجزائري المهاجر للحديث. في الحقيقة اليوم هناك أعلام كبار يكتبون هذا الأدب الجزائري المهاجر، يكتبون مثل ما قلت بمختلف اللغات، باللغة العربية وبالفرنسية وبالإنجليزية، وأنا اكتشفت أنهم يعيشون في مختلف بقاع العالم، وسأتحدث عن ذلك فيما بعد. ما يدل هذا في الحقيقة على أن الجزائري موهوب وله عبقرية، وحتى يعني أصدقكم القول أن الأدب المهاجر هو اللي رفع الأدب الجزائري عاليا في المحافل الدولية. فواحدة مثل أحلام مستغاني في الحقيقة اليوم هي أشهر أديبة، هي أشهر أديبة يعني، وأحلام مستغانمي نعلم جميعا يعني أنها كانت تعيش بيننا ولكن لم تحقق أي نجاح، لكنها عندما هاجرت يعني اكتشفها القراء، حتى أن روايتها ذاكرة الجسد طبعتها هنا في الجزائر ولكن لم تلقى الرواج المطلوب، حتى لما هاجرت وأعادت طبعها لاحظوا ماذا حققت رواية هذه أحلام مستغاني. اسم آخر يأتينا يعني في البال هو آسيا جبار. آسيا جبار أيضا كاتبة مهاجرة، ويعني تألقت ورشحت لنيل جائزة نوبل 4 مرات، واليوم يعني كتاب الجزائر أدباء الجزائر في المهاجر، في المهاجر المختلفة يصنعون مجد الثقافة الجزائرية سواء يعني في مختلف المجالات. وأنا يجيني الآن اسم ياسمينة خضراء، وياسمينة خضراء يعني كاتب كبير والآن يصنع مجد الثقافة الجزائرية. في المسرح مثلا عندنا عبد القادر فراح اللي كان يعمل في الفرقة الملكية البريطانية وهو ابن مدينة المدية وغيره بكثير، ولكن سأتوقف عند هذه الكاتبة الحروشية، وليس يعني لأنني أنا من ولاية سكيكدة، فهي في الحقيقة كاتبة عالمية، هي فاطمة جالير. فاطمة جالير واسمها الحقيقي فاطمة الزهرة بورقع. بورقع وهي من الحروش، من مدينة الحروش، سافرت إلى فرنسا ويعني أصبحت كاتبة تكتب المسرح، ويعني مسرحياتها تقدم في مختلف المسارح الأوروبية. ما كانش مسرح في أوروبا لا يعرف كتابات فاطمة جالير، وكتاباتها كلها عن المهاجرين، تطرح قضايا المهاجرين، قضايا زواج مثلا المرأة المهاجرة المسلمة بالمسيحي، بالمسيحي، قضاء مشاكل المهاجرين، قضايا النوستالجيا، النوستالجيا، الحنين إلى الوطن، المهاجر كيف أن مسألة الهوية، مسألة الهوية هذه مسألة كبيرة جدا تطرح في كتيمة عند الكتاب المهاجرين، لأنه هو يعيش مثلا في فرنسا أو في ألمانيا ويعيش بهوية جزائرية ويجد صعوبات في التأقلم مع المجتمعات الأوروبية. وذن فاطمة جالير تعد في هذا المجال من أبرز الكاتبات. أنا أتأسف أن هذه الكاتبة العالمية وهذا الكتاب ترجمته الهيئة العربية للمسرح مشكورة، أتأسف قلت أن المسرح الجزائري لم يقدم فاطمة جالير، يعني ما قدموا حتى نص مسرحي في الجزائر لفاطمة جالير. وأنا تكلمت مع كثير في الحقيقة من مدراء المسارح يعني اكتشفت أنهم يجهلونها بكل صراحة. أتمنى أن تعطى الفرصة لفاطمة جالير ويتم تقديم مسرحياتها على خشبات المسرح الجزائري. ليس فقط فاطمة جالير، أنا معي هنا كتاب ضخم جدا يقع في 600 صفحة قمت بترجمته، ترجمته أنا من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، وقد صدر هذا الكتاب بإشراف الهيئة، بإشراف المعهد العربي العالي للترجمة. هذا الكتاب يضم 10 مسرحيات لكتاب جزائريين يعيشون في أوروبا. هناك من يعيش في أمريكا مثل أليك بايلي تومي الذي كتب مسرحية بعنوان سائق سيارة الأجرة. أنا بحثت على أليك بايلي تومي وممكن تشوفوه أنتم في الانترنت، فوجدته كاتب جزائري من منطقة القبائل يعمل في أمريكا يدرس الآداب الفرنكفونية في جامعة واسكونسن، ويضم معه زملاء
آخرين يعني، ويعرفون بالأدب الجزائري. وهو يعد أليك بايلي تومي يعد من أبرز الكتاب المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا كنت تواصلت معه في فترة من الفترات ثم انقطع الاتصال. عنده مسرحية سائق سيارة الأجرة، هذه المسرحية تعالج أو تصور أو تشخص، حقيقة أنا ما نحبش كلمة تعالج، نحب كلمة تشخص، هي مناسبة للمسرح. تشخص المأساة الوطنية الجزائرية، تشخص الأزمة اللي عاشتها الجزائر يعني وقت الإرهاب ووقت كذا، وكأن يعني أليك بايلي تومي يعيش بيننا. يعني هنا حتى أصل إلى نقطة، وهي أن ملاحظة نقولها يعني، وهي أن الأدب المهاجر خليني نقول لكم ربما أكثر قربا من قضايا الوطن من الأدب الذي يعيش بيننا. وهذا سؤال في الحقيقة يطرح على الباحثين، أتمنى الباحثين يعني يدرسوا علاش، لماذا يعني، كيف أن هذا اللي عايش، هذا عايش في أمريكا ويكتب عن الجزائر، ويكتب يعني والجزائر تسكنه، ويكتب عنها بطريقة فيها الشجاعة، فيها الجرأة، فيها الفن، فيها الإبداع، فيها، هل لأن هؤلاء الكتاب المهاجرين يتمتعوا بالحرية، يتمتعوا بالبيئة، يتمتعوا بكذا، عكس الكاتب الموجود بيننا؟ هل هذا هو السؤال، هذا هو الجواب؟ يعني لست أدري، لكن الحقيقة قلت لكم أن كاتب آخر مثلا، نروح للكاتب مجيد بن الشيخ. مجيد بن الشيخ هذا أنا ترجمت له مسرحية بعنوان أمسية في باريس، هذا كاتب يعيش في اليابان، وهو الكاتب الجزائري الوحيد الذي كتب عن مظاهرات 17 أكتوبر 1961. قد تكون هذه الحقيقة يعني جارحة بالنسبة للباحثين، ولكن هذه هي الحقيقة، هو يعيش في اليابان، ويعني في التواصل معه يقول بأنه هو من مواليد الاستقلال، ولكن باباه رواله ماذا وقع في نهر السين، وكيف أن الجزائريين كتفتهم شرطة موريس بابون ورموهم في نهر السين مكتوفي الأيدي وماتوا. فتأثر هذا الشاب، هذا الكاتب مجيد بن الشيخ، وكتب مسرحية أمسية في باريس يندد فيها بالاستعمار الفرنسي ويفضح عقلية الاستعمار الفرنسي، أنها عقلية عدوانية، عقلية توسعية، عقلية يعني تعتدي على الجزائريين. مجيد بن الشيخ يعيش في طوكيو، يعيش في اليابان، وحتى لما قدمنا المسرحية مع مسرح أم البواقي واتصل به مسرح أم البواقي باش يدي حقوقه، رفض أن يتسلم حقوقه، قال أنا لا أريد هذا الشيك اللي تمدولي، يعني 50 مليون أو شيء من هذا القبيل لا أريدها، أنا فقط أتمنى أن المسرحية تكون على الخشبة ويشوفوها الناس. وبالفعل يعني قدمها مسرح أم البواقي، وكانت مسرحية جيدة، وهي المسرحية هي النص الوحيد، أقول هي النص الوحيد الذي كتب مظاهرات 17 أكتوبر 1961. سأستعرض لكم هكذا مباشرة هذا الكتاب وما فيه من نصوص. إذن عندنا مسرحية علاق بايلي سائق سيارة الأجرة، نجمة حاج وجوي درمول مسرحية بعنوان كيروزان، يوسف طهاري بعنوان قلائد الياسمين، عمر أم عزيز بعنوان جولة أخرى، صوفي عمروش لها مسرحية بعنوان جبل الأموات، عاشور أعمارة عنده مسرحية بعنوان المرحومة، عيسى خلادي هذا أيضا كاتب جزائري مشاغب عاش في عدد من البلدان وكتب مسرحية من أروع ما يكون بعنوان جنة الآمال الزائفة. هذه المسرحية يعني تفضح الإرهاب وعقلية الإرهاب، وكيف أن يعني الإرهاب يعد الناس بالجنة، لذلك ذا العنوان جنة الآمال الزائفة. أتمنى أن المسرح الجزائري يطلع هذه المسرحية نتاع عيسى خلادي. نور الدين مغسلي مسرحية بعنوان الجيرينو، الجيرينو هو يقول الجيرينو الخيرينو، يقول أن في منطقة القبائل يقولوا الخيريينو. لما الجزائري يعود من المهجر أمه تفتخر به وتقول يعني للأمهات صديقاتها الجيران، تقول لهم ها هو الخير ينو، ذاكي الخير ينو، الخير يعني الخير تاعي ولدي، الخير تاعي، فهو الخيرينو الجيرينو، عمل يعني تزاوج بين الخير ينو وبين الجزائر، الجزائري اللي فيه الخير. نور الدين مغسلي
مجيد بن الشيخ أمسي في باريس، ثم هناك حمام الياني، هذا من عين مليلة وهو صديق وأيضا من أبرز كتاب الأدب الجزائري المهاجر. خلاصة القول أن الأدب الجزائري المهاجر قديم في ثقافتنا، متطور، يكتب بعدة لغات، متواجد في مختلف البلدان. نسيت أن أتحدث مثلا عن عمارة الأخوص، وهذا كاتب أيضا جزائري عاش في إيطاليا والآن متواجد في أمريكا. كثير من الكتاب يكتبون باللغة العربية، رابح فيلالي مثلا في أمريكا وكان معنا، وهو ابن عين قشرة ويعمل في قناة الحرة التلفزيونية المعروفة. فإذا منتعش الأدب الجزائري، يعني أنا نشبه لكم كما الرياضة، مثل الرياضة، الرياضيين الجزائريين أبرز الرياضيين متواجدين في الفرق الأوروبية، أيضا في مجال الثقافة وفي مجال الأدب متواجدين في مختلف البلدان وهم كتاب كبار ويكتبون الجزائر ومملوئين بحب الجزائر. أنا اطلعت، يعني اطلعت جيدا على كتاباتهم، يعني فهي كتابات من منا يزايد على محمد ديب، نسينا ما ذكرناش محمد ديب. محمد ديب من أبرز كتاب الأدب الجزائري المهاجر، وعاش في بعد الاستقلال. محمد ديب كتب الثلاثية ثم حمل حقيبته وهاجر إلى أوروبا، ويعني وقال أنا لبيت بواجبي تجاه الوطن. الآن علينا أن نسترجع محمد ديب، علينا أن نسترجع هؤلاء الكتاب لنستفيد من كتاباتهم، لأنها كتابات تفيد الوطن وتغني الثقافة الوطنية. أيضا من حيث الطابع الفني، فنيا هذه الكتابات هي كتابات جيدة. لماذا؟ لأنها تحتك بالأدب الأوروبي. أنتم لو تشوفوا مثلا فاطمة جالير، نصوصها جيدة جدا، ذات مستوى جيد، سواء على اللغة أو سواء على مستوى التشخيص أو على مستوى بناء الشخصيات، أو متطور جدا. لما نروح مثلا للرواية، الكاتب الجزائري المعروف ياسمين خضراء يكتب بأسلوب راقي جدا، أحلام مستغانمي تكتب بأسلوب راقي جدا، هذا على المستوى الفني. الأدب الجزائري إذن موضوع كبير وواسع جدا وشائك، ولا تكفيه في الحقيقة بت واحد. أنا أتمنى مثل ما قلت في الفيديو اللي مضى فيما يخص الأدب الوجيز، وهذاك الفيديو في الحقيقة حقق نجاح كبير، حتى كثير من أساتذة الجامعة جاءوا سألوني يعني على هذا المصطلح، فقلت لهم لا ليتيراتور كورت معروفة يعني في اللغات الأجنبية، ويعني تحمسوا إلى تدريس الأدب القصير، الأدب الوجيز، ويعني قالوا لي حتى أن هناك القصيدة ذات البيت الواحد، والقصيدة ذات البيتين، والقصيدة الومضة، ويعني وطم النص هذا الذي يتفاعل مع الوسائط الإلكترونية. فإذا حبذا لو أن الأدب الوجيز يتحول إلى موديول، إلى مقياس يدرس في الجامعات، وأيضا وممكن يعملوا فيه رسائل دكتوراه وبحوث، وأيضا الأدب الجزائري المهاجر. أتمنى يعني أن هذا الموديول تاني يتم تدريسه هكذا، حتى نلتفت إلى طاقاتنا المتواجدة هنا وهناك، والجزائر تحتضن أبناءها المتواجدين في كل مكان، لأن هذه الهجرة يعني تقتضيها أسباب عديدة ومتعددة، ومهما كان الإنسان بعيدا فهو يحمل الوطن في قلبه. أنا ذهبت إلى كثير من البلدان الأوروبية وحتى العربية ووجدت جزائريين، ولاحظت كيف أن الجزائري مهما كان بعيدا عن بلاده فهو يحمل حب الوطن ويحمل هم الوطن في قلبه. شكرا لكم، وإن شاء الله سنلتقي في بث آخر. مع السلامة.